اتكلمنا في السلسله دي على اول حاجه بدينا بوفد السودان، انه وفد السودان يعني ما مكون التكوين المناسب، عشان كذا الوفد فيه يعني عنده غايب عليه الاستراتيجيه لانه ما مكون التكوين المناسب وما عنده الدراسات العلميه ما تامه. رغم ذلك يا جماعه نكرر ونقول ان احنا ما عندنا شك في وطنيه الوفد والخبراء السودانيين، ولا في دبون ولا في نشاط ولا في اهليه ولا في علم، احنا مختلفين معهم في التقديرات. التقديرات بتعتقد انها خاطئه ليه؟ لانه هم الورق بتاعهم ما تام. بس ليه ما تام؟ لانه الدراسات البيئيه ما في. السدود دي اكبر مشاكل السدود الكبيره، الدراسات البيئيه. يبقى الدراسات البيئيه ما في، انت ما اخذت زي ما اتكلمنا في الفيديوهات، ما اخذت الورق مع بعض، عشان كده بتقول كلام مرات ما منطقي وما في مصلحه السودان في المدى البعيد يعني، او في المدى المتوسط، او مرات في المدى القريب ذاته. ليه؟ لانه الورق بتاعك ما ذو نتيجه طبيعيه يعني، لانه انت ورقك ما تام. طيب تكلمنا عن الفيضان وقلنا انه الفيضان ده يا جماعه بيسكل خسائر كبيره بالذات في مناطق الجزيره وجنوب النيل الازرق، والكلام ده عنده حل يا جماعه. قلنا بانه يرحلوا الاهالي او يمنعوهم من انشاء منشات دائمه او زراعه دائمه في المناطق حرم النيل. لكن الفيضان ده برضه بيمثل قبله الحياه لمناطق الشماليه ونهر النيل وكذا، لان النيل بيجي في مناطق صحراويه، فبالتالي قبله الحياه لانه بيمنعها من التصحر وجدد لها التربه وكذا. فعشان احنا نعرف الفيضان ده الوقف الفيضان ده حاجه كويسه ولا كعبه، لازم نجيب الورق ده كله مع بعض نحطه مع بعض ونعيله. تكلمنا على الطمي، قلنا الطمي ده عنده مشاكل، بيجي يملى البحيرات السودانيه، بيغلل سعه السدود السودانيه، بيكلف وزاره الري مصاريف في تنظيم غنوات الري. لكن هنا قلنا الطمي ده بيجدد التربه، بيمنع عنها الملوحه، بيخلي الاكل اكل عضوي، بيقلل السماد، بيقلل الاسمده الكيميائيه، بيقلل المبيدات الحشريه، ما يمنع تلوث المياه الجوفيه، فمن يعني يقل انتشار الامراض. فيبقى يا جماعه قلنا نحسب ده ونحسب ده قبل ما نقول انه حيز الطمي. تكلمنا على انه في مشكله في الجروف، وقلنا انه الوزاره والخبراء بتاعنا بيقولوا ثلاثه ارقام، وده شكله زي التخمين. قولوا 100، الوزير بيقول 150، بروفيسور بيرسي بيقول 100، ناس بروفيسور سيف الدين حمد وباشمهندس مصطفى بيقولوا 50، ده تخمين يا جماعه. لازم نرجعوا يعاينوا الارقام بتاعتهم ويقولوا ارقام عشان ما تحصل مشاكل، لانه ده يمس حياه الناس. وقلنا يا جماعه الحكايه ما بتقاس بانهم هم 150 فدان ولا 30 فدان ولا 40 بكميه الناس الثانيه. ضربنا مثلا قلنا انه السودان ده يا جماعه بيزرع 55 مليون فدان، السودان القديم يعني، منها 5 مليون فدان بس بالزراعه المرويه، 50 فدان بالزراعه المطريه، ودي تمثل 9% تقريبا. احنا كده 9% دي مهمه جدا جدا، لانه الشرائح اللي بتعتمد عليها شرائح كبيره جدا جدا جدا. فبالتالي ما انه الكميه كم ولا العدد كم، عدد الشرائح والاثر الاقتصادي بتاعها والبدائل. البدائل هتقول لي قلنا قال لي طرمبات، وقلنا يا جماعه الطرمبه دي هو المزارع معارفه وقدامه شايفه وكده، ده ما بديل يعني، لازم الناس تمشي وتتكلم معاهم كده، بالذات بعد الثوره تتناقش معاهم كده. اتكلمنا يا جماعه على انه قلنا الفيضان الثلاث دورات زراعيه، قلنا يا جماعه احنا الواطه بتاعتنا بتزرع من شهر 5 ل 6 بالفول السوداني، من 6 ل 7 بالعيش، من 7 ل 8 بالقطن، بعد ده بيبدا حصاد من 8 ل 9 حصاد العيش، 8 من 7 ل 8 حصاد العيش، سوري حصاد الفول، من 8 من 7 من 8 ل 9 حصاد العيش، من 9 ل 10 بنزرع القطن. قلنا يا جماعه ثلاثة دورات زراعية. اتكلمنا على انه احنا عندنا بنزرع الواطة بتاعتنا بتكون مشغولة من اخر 5 لغاية شهر 3، بنزرع الفول السوداني، بنزرع العيش، بنزرع القطن، بعد ذلك بنحصد الفول وبنحصد العيش، وبعد ذاك بنبدأ زراعة القمح، بعد ذاك بنحصد القطن طويلة الطيلة، بنحصد القطن قصيرة الطيلة، وبنحصد القمح، وبنخلي الغنوات دي فاضية بسموها الصيانة على الناشف زي ما قال السيد الوزير الدكتور ياسر عباس. فبالتالي من شهر 5 لغاية شهر 3 احنا مشغول يعني بنزرع، الوطة مشغولة جدا جدا، 3 دورات زراعية. قلنا يا جماعة الكلام ده داير توضيح، ما قلنا ممكن، ما قلنا ما يمكن حدوثه، لكن داير توضيح يعني، انت قاصد في ثلاث دورات زراعيه. وقلنا يا جماعه من شهر 3 لغايه زمن التحاريق، من شهر 3 لغايه اخر 5 دي ممكن تنظفوا غنوات، وده لازم المويه تكون بسيطه، تنظف الغنوات وتتاكد من البوابات والكلام ده.
تمام، يبقى دايرين توضيح على انه قاصدين شنو، غير التركيبه المحصوليه ولا نغير شنو. الكهرباء قلنا يا جماعه الاثيوبي عندها فعلا يعني قدره على انتاج كهرباء كبيره جدا جدا، وبروفيسور سيد حمد وباشمهندس مصطفى عندهم دراسه اسمها او مذكره اسمها اسئله متواتره، وقالوا انه توليد الكهرباء في اثيوبيا بيكلف ارخص من توليد الكهرباء في السودان، و40% من تكلفه السودان في الكهرباء من التوليد الحراري هو مكلف ماليا وكده. تكلمنا على انه اثيوبيا قالت في المبادئ، ما اول حاجه ما اتفقت معاك على الكهرباء، قالت تديك تفضيل تمام. الحاجه الثانيه قلنا انه في واحد اثيوبي هو ذاته اسمه اثيوبي اسمه اسفاق بيني، قال يا اخي السد ما بدي الكهرباء دي ولا حاجه، لانه اذا عايز تدي 6000 انت محتاج ل 4700 متر مكعب في الثانيه، لكن هو هنا ده زي 2300 متر مكعب في الثانيه بتاع النيل الازرق، فبالتالي نص كده، فبالمئة يعني لو النتج بيدي لك 3000، ودي ال 3000 احتمال ما تكون كافيه لامداد اثيوبيا غير لامداد السودان وكده. غير كده بروفيسور حمد وباشمهندس مصطفى في كتاباتهم دي قالوا انه ما لسه ما لقوا تمويل في خطه وكده، لكن ما لقوا تمويل لتسويد السودان بالكهرباء. وقلنا قبل كده في الفيديوهات ذاته انه الخطوط القاعده دي ما حتستحمل الكهرباء الناديه من سد النهضه، فبنحتاج لخطوط جديده. وقلنا الام اي تي في الدراسه بتاعتهم قالوا الخطوط الجديده بين اثيوبيا والسودان ومصر بتستغرق 5 سنين، فبالتالي يمكن تلقى تمويل هسه، ممكن تلقى تمويل بعد يومين، ممكن تلقى تمويل بعد 3 سنين، ممكن ما تلقى تمويل كله عشان مصدر للناس يا جماعه. فكره انه اول ما السد هيشتغل كده طوال زي ما بيقولوا هن ينقر الكهرباء حجيب، لسه انت ما عندك خطوط، داير خطوط جديده، داير حاجات جديده، ما عندك تمويل، الحكايه دي ما معروف تجيب تاني، تجي قريب ممكن تجيب بعيد. طيب زيادة المياه الجوفية، قلنا يا جماعة تغذية المياه الجوفية دي انت بتضرب الدورة الطبيعية، الدورة الطبيعية اللي كان فيها النيل بيزيد في 3 شهور وبنحصر بعد ذاك، انت هتغير الدورة الطبيعية دي هتطلع لك آثار انه المياه هترتفع، ارتفاع هيأثر على جذور النباتات في بالذات في جنوب النيل الأزرق والجزيرة والخرطوم، فبالتالي المتعدد دي هتعفن وهتأثر على انه زيادة الأملاح، وبالذات انه الطمي ما وقف فحزيد كميات ترسب الاملاح، حزيد كميات الري، وحتعمل لك مشاكل في الصرف الصحي زي ما في الصرف، حتعمل لك مشاكل في الصرف، وبالتالي حتتاثر الدبلوسيهات القديمه والحاجات اللي حتعمل مشاكل كبيره، والكلام ده ظهر في مصر بعد بناء السد العالي. فيبقى يا جماعه تغذيه المياه الجوفيه دي، وغير كده قلنا المناطق اللي حتتغذى فيها المويه دي هي في جنوب النيل الازرق وسنار والجزيره، ودي بتتزقي بطريقتين اساسيتين، الري الانسيابي والمطر، يعني ده طوق النجاة الناجي، يعني هو زون ناجي وكده ده ما محتاج. الشمالية قلنا بتأثر في حتة بتغذي حتة سردي جدا جدا في أقصى شمال السودان، باقي الشمالية ما بتغذيها ولا كده، ده قلنا عشان كده يا جماعة لازم نجيب الورق ونعاين له تاني ونعاين له مع بعض. تكلمنا على النحر، قلنا يا جماعة حزيد النحر لأنه السدود دي كائنات حية، ده كده حزيد النهر، حزيد الحدام، يؤثر على المنشآت المائية، يؤثر ممكن على سد الروسيرس بالذات لو دخل تحت الأساسات أو السنارة والكباري اللي عندنا في النيل وكده، الحاجات دي لازم نحسبها برضه في الحسابات بتاعتنا. تكلمنا على الزلازل، إنه قلنا الزلازل دي زلازل بتنتج بفعل تأثير أو ثقل وزن البحيرة على القشرة الأرضية، تكلمنا على إنه بتيجي من الحكاية دي بتحصل زلازل بيسموها الزلازل المصاحبة للبحيرات الصناعية أو بحيرات السدود. وقلنا يا جماعة مش فتشوا في جوجل هتلقوها راكدة عشان ما أفضل أقول لك ما في زلازل، والمنطقة بتاعت السيوة المنطقة بتاعت الزلازل أصلا ما دار غلط ولا دار نقاش ولا دار نتغلط في الموضوع ده، يعني تمام دي حقائق. وقلنا زي ما قلنا في علم الزلازل الحديث انه البحيرات بتاعت السدود بتسبب زلازل، ممكن تكون صغيره لكن المنطقه بتاعت النيل الازرق دي منطقه بتاعت انهيارات ارضيه، فبالتالي انت الحاجتين دول لما تلخبطهم مع بعض بتبقى حكايه صعبه لازم ننتبه لها ولازم نحسبها ولازم ما نغلط، ما نقول ما في زلزال ما في كده، الداعي بتاع المصريين لازم يا جماعه الحاجات دي ناخذها بعين الاعتبار. الحاجه الثانيه مزاد امان السد، يا جماعه قلنا السد ده بطريقته دي ما امن، ما معناته هو ما يعني لازم تدروا الدراسات، قلنا هم عملوا ناس السودانيين طلعوا على التصميمات الهندسيه الانشائيه وده كلام مهم جدا جدا، لكن يا جماعه السد قلنا ثاني عنده محتاجين لدراسه القشره الارضيه والتفعيل على الوزن الكبير بتاع المويه، قلنا الحكايه دي حصلت في تكساس بعد اعصار هارفي القشره الارضيه هبطت. يا جماعه لازم نحسب الحكايه دي، لازم نشوف البروتوكولات بتاعت اثيوبيا ان في حاله حدوث زلزال او انهيار ارضي او حركه ارضيه هتتصرف كيف، الاجراءات المتبعه شنو،
الحاجة الرابعة المخاطر، كيف حنتصرف ندوس المخاطر، حنتصرف على الحاجات دي كلها كيف. تمام، حقول لك استاذ ده من باب النهار يعني ما في استاذ في كاليفورنيا في حتة اسمها اوروفيل، اوروفيل انا ما اقدر اقول اسمه، اوروفيل في كاليفورنيا في سنة 2017 فبراير 2017 استاذ اتبنى في اخر الستينات. في 2017 استاذ ده انهار لانه الطرايق بتاعت التصريف دي جات موية اكبر بكثير جدا جدا من القدرة على التصريف، البحيرة زادت واضطروا يفتحوا مخرج الطوارئ، ومخرج الطوارئ انهبر ووجدت مشكلة وراح للسكان وكده، رغم انه الموية دي البحيرة دي ما كبيرة يعني حجمها ما كبير، تمام، المغارة مع مغارة السد العال السد النهضة وكده. فبالتالي الحاجات دي بتحصل، حصلت في ميتشيغان، حصلت في اذربيجان، بتحصل كتير جدا. النحر ده ذاته ممكن اثر لك على السد ذاته، دي حاجات يا جماعة لازم نحن ننتبه لها يعني بتحصل. ما معناتها السد آمن، معناتها السد آمن، قلنا يا جماعة لازم نخط الورق ده، ما معناتها ما آمن ما كده، لازم نخط الورق ونعاين له عشان نتأكد. يا جماعة الموضوع ده ما حيصير. بعدين انت ما عندك مصدر، ده كلام قاله ابراهيم اللمين في كتابه نغلا عن سيف حمد ذات بروفيسور حمد، ما عندك مصدر. المصريين ده عندهم المصدات العادية، عندهم المخارج، عندهم مخارج عادية، عندهم مخارج الطوارئ، عندهم مخارج توشكا، ثلاث اربع سيناريوهات. وبعد اسي هم قالوا دارين لما صدرنا ده دارين يعملوا استثمارات عشان يتحسبوا له يعني. يعني احنا حاسة هذا المخارج بتاعتنا بعدين هتكون مدني وسنار والخرطوم وكده، لازم نعمل مخارج دي. كان قبل السد ما يتملي يا جماعه، لازم نعمل مخارج نتاكد انه احنا المويه الجايه دي نعمل سيناريوهات للمويه دي وشوف المويه الجايه دي. عشان كده يا جماعه ده له علاقه مع دراسه المخاطر، لازم الوزاره تكون درست المخاطر والسيناريوهات المتوقعه، زي ما الوزاره عمل السيناريوهات، قال الوزير في عمله في برزنتيشن في واشنطن، ورى بغير السد ومن غير السد، خلاص عمل لنا برضه سيناريوهات بتاعت محاكاه، ورينا انه الانهيار ده هنتصرف معه كيف عشان نبدا نعمل. لازم كلها تفكر على انه كيف السد لو لا قدر الله انهار هيحصل شنو. هتقول لي السد امن، هتقول لي كده، هتقول لي كده، ده كلام انا كله مصدقينه وناقشناه حته حته. لكن يا جماعه انا بضرب مثل دايما بالعشفوت داري عرس، داري عرس يا جماعه بيقول انا بيقول الطباخ والطباخ انا والله عايز 500، طباخ طوالي بيعمل حساب 600 او 700. الزول عارف والطباخ عارف والنازل كلهم عارفين انه ال 500 ده ذاته الاحتمال ما يجي، لكن بيكون احتمال واحد في المليون ولا واحد في المليار صار، انه احتمال العدد ده ما يكفي عشان هو ما يعني زي ما يقول العرض بتاعه يستتر وكده، ده بيخسر ممكن مرات ثلاثة اضعاف، يعني بيخسر ثلث التكلفه، يزيد ثلث التكلفه عشان عارف انه احتمال واحد في المليون ولا واحد في المليار، لكن بعد ده احتمال بالنسبه له كبير جدا جدا يدفع تلت القروش عشان يعمل حكايه. يا جماعه ده انهيار كبير جدا، فنحن لازم نعمل حساب الحاجات دي يا جماعه، لازم نعمل حساب القصه دي، ما نقول امن ونقعد على كده، لازم. الحاجه الثانيه تكلمنا عنها انه النقل النهري، قلنا يا جماعه الوزاره تقول كلام اي ست بعد تنظيم سريان النهر اللي بتنظم سريان مرور النقل النهري، لكن قلنا يا جماعه الوزاره المفروض تمشي وتجيب خبرات يعني النقل النهري وتتناقش معهم، تشوفوا احنا فاقدين كم من عدم استخدام النقل النهري، وحنستفيد كم، والمصانع حتقوم شنو، والافكار والتكاليف والفائده اللي حنجيب، لانه احنا في النهايه دي كله حساب يا جماعه، حساب بنحاسب به وكده. اها الحاجات الثانيه انا ده شفت انا كان في حاجه ناسيه امان كده، ايوه في الحقوق السودان المائيه، ودي مساله مهمه يا جماعه لازم نتكلم فيها، انه السد معروف انه سد النهضه ده يا جماعه السد معمول للكهرباء، فبالتالي هو بيقول لك شنو يعني يستخدم الكهرباء ولا يستهلكها زي ما قال واحد في الفيديوهات، فعلا كلامك صح، فما حيأثر على نصيب مصر والسودان من المويه، لكن بعد 5 سنين وسيبه قاعد عندها نيه تعمل سدود ثانيه. ها بعد 8-5 سنين مدت سدود جنوب سد النهضه حنعمل كيف، حخش ثاني في مفاوضات من الاول الجديد ونتكلم على حقوقنا، سدود جديده للري، جديده للري، عندها اراضي زراعيه. اوعى تقول لي ما اعرف سيوبه هضبه وما عندها اراضي، عندها اراضي زراعيه، ما عندها اراضي زراعيه منبسطه زي الجزيره، اي ما عندها، لكن عندها اراضي زراعيه ممكن تستخدم فيها مويه، ممكن تستخدم فيها، ممكن تعجز مويه تستخدمها للري، ممكن تستخدم مويه تعجزها للري، طبعا ده رقم غلط يعني. تمام؟ يبقى انا ده هاكد كيف من انه هي ما هتعجز المويه من انا ده تحترمها، وهي ما معترفه بالاتفاقيه 59،
وقابل عامل السدود جديدة جنوب النيل الأزرق، جنوب سري جنوب صد النهضة، وحجز الموية للري ولا حجز الموية لأي سبب من الأسباب أنا حصرف كيف. فلازم أن إحنا نعرف حقوق المائية للسودان، لأنه أن إحنا كلنا يا جماعة عارفين إنه الطريقة لنهضة السودان هي عن طريق الزراعة، الزراعة قائمة على الموية. لازم نتأكد إنه أثيوبيا دي معترفة بالحاجات دي وباصمة عليها وماضية عليها وكده. ما اخش تاني بعد 4 5 10 15 20 30 سنة 50 سنة اللي قدام تاني اخش في الجدل ده من الاول وجديد، ولا انت عندك وانا ما عندي والكلام ده. لازم التاكيد على حقوق السودان المائيه. طيب يا جماعه نحن في مساله مهمه جدا جدا لازم نختم بها. تكلمنا على تكلمنا على انه النهر ده هيفقد الطاقه. ايوه دي حاجه انا يعني اشار لها دكتور ابراهيم اللمين على احمد ابراي احمد عبد الرحمن العاقب، قال انه النهر ده بعد صد النهضه حيفقد 80-90% من طاقته في التوربينات في توليد الطاقه، فبقى النهر ميت لا حياه له. فلانه النهر ده الطاقه بتاعته لانه جاي من ارتفاع من ارتفاع كبير اللي هو تقريبا الارتفاع بتاع اذا ما خانني الذاكره الارتفاع بتاع البحر الثاني 1700 تقريبا 700 متر فوق سطح البحر، أنا قريب ل 1800 متر تقريبا. فلما نيجي من هناك من الاندفاع ده هو اللي بيودي النيل الابيض لمصر، ولو ما اندفع نهر الصوبات الكلام اللي قاله احمد عبد الرحمن العاقب في انه لو ما بروفيسور احمد عبد الرحمن لو ما اندفع نهر الصوبات ده النيل ده ما كان النيل الابيض ده ما كان مشي زاد وكان بقى بس حبيس المستنقعات وكده، فيبقى النهر فاقد الطاقه. فاقد الطاقه ده حتكون فيه النباتات بقى. عشان كده النظر النهري مهم الدراسه بتاعته عشان تشوف ده بيه ده، يعني بعدين ما يكون في نباتات نيليه وتكون فيه طحالب وريحته تتغير وتستخدم فيه كلور كتير وكده. كلام بتاع ده ممكن يكون صح ممكن يكون غلط مع احترامي الشديد للبروفيسور، لكن ده كله يعني لازم انت تمشي تفتشه وتدرسه كده قبل ما تقول يا اخي انا عملت حسابي ولقيت انه الفد فايدته اكثر من المضار بتاعه. انت ما عندك دراسات بيئيه، ما عندك دراسه مصدات، ما عندك دراسات بتاعت امان تامه، ما عندك حاجات كثيره ما تامه. يبقى انت بتعاين الموضوع ده بصوره غير مكتمله زي ما قلنا لتصدير فكره انه احنا عملنا الحساب ولقينا انه السد ده نافع معانا. الحاجه الثانيه يا جماعه ان احنا القضيه دي ما حتخلص. اثيوبيا الحاجه المهمه، ايوه الحاجه المهمه جدا جدا، الناس المؤيدين للسد بيقولوا انه كلنا متفقين على انه الفوائد دي مشروطه بحاجه واحده هي طريقه تشغيل اثيوبيا للسد. ولغايه حسنا ده والمفاوضات قاعده، ولا انا طبعا ما بفهم في الموضوع عشان كيف اعتقد انه اثيوبيا ما حتمضى على اي اتفاق. هي متفقه معك بخشومه لكن ورق 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 نمضي وكده ده ما حتمضى لك. وقال لك الكلام بصريح العباره، انا مساله تشغيل السد مساله سياديه. يبقى انت بنيت الاحلام دي كلها ولا الكلام ده كله على شرط مهم انه اثيوبيا تشغل السد، واثيوبيا ما موافقه على الشرط، ما بتطمط الورق. وانت وديت 5% تقول 5% ومتفق. ان شاء الله اتفق معك 100% لكن ما مضى ما عنده معنى. اليمين عندهم مثل ظريف في الحاجه دي، بيقول لك قله المعرفه كيف قله الخير. يعني اذا انت مشيت لزول وزول داري يساعدك وما بيعرف، ومشيت لزول والزول بيعرف وغتيب، بالنسبه لك انت داري المساعده حاجه واحده. اذا هو غتيب ولو ما بعرف فنفس الحاجه. اذا هي قالت 100% تبقى على الكلام ده ما مضته بالنسبه لي كانها ما اتفقت، كانها ما قالت، كانها ما يعني 95 ده ما بين اي حاجه. وانتم عارفين انه المفاوضات دي واقفه لانه اثيوبيا قالت ما دايره اي اتفاق ملزم تعتبره ارشادا وما حكم، لانه بقته انه مساله سياديه وبقت مساله عنده كلفه سياسيه داخليه. انا اعتقد انها ما حكم لكن ما بتعرف اللي حصل فيهم. فبالتالي يعني احنا يا جماعه لازم نفكر في انه ان احنا اثيوبيا دي حتمضى احاديا. عشان حتمضى احاديا يا جماعه لازم نطلع الورق بتاعنا لاثيوبيا. واحد، اثيوبيا خالفت اتفاقيه 1902 بكلام ده دكتور فيصل عبد الرحمن علي طه، بخاري الجعلي، ابراهيم اللمين، هي ماضي البند الاول اللي هو الحدود ونقطع البند الثالث. ده واحد. اثنين، اتفاقية بتاعت المبادئ 2015 بين مصر واثيوبيا والسودان، اثيوبيا قالت ما المفروض تملي الملأ دون الاتصال للاتفاق، انا هنا ما متفقين فما المفروض تمشي احاديا تملي البند، دي مخالفة. اثنين،
أنا مثلا أمان السد ما تام يا جماعة، مثلا أمان السد ما تام، ما تام الحكاية دي خطرة يا جماعة، اسمعوا الكلام تاني. فيبقى ده شرط تاني. الحاجة الثالثة أنت بتقول ده أنا دار أعمل نهضة وكده، ده النهضة دي غير ما تتفق مع الناس، دي ما نهضة تقوم، ما في نهضة تقوم على ظلم ناس تانيين، دول تانية وكده. يا سيوبي أنت من حقك تعملي الحاجة تستفيدي من مواردك وتنهض وكده، لكن ما على حساب الناس التانية، دي ما نهضة، دي ما طريقة بتاعتنا. الورق ده كله بعدين حكومة المفروض تمشي توري اريتريا، تعمل تنوير لاريتريا، جنوب السودان، اوغندا، جنوب حول النيل، نيجيريا، الكاميرون، نيجيريا، غانا، جنوب افريقيا، الدول المؤثرة دي كلها، عشان تعرف انت عندك ورق، انت موقفك قوي جدا جدا. لانه القضية دي غالبا حتتدور، المصريين حتدولها، انت حتدولها وكده عشان تضغط على اثيوبيا. عشان ما تكون قاعد يعني انت بس تكون قاعد اخذت يدينا كده اثيوبيا بتملى وكده، فرض عليك الامر الواقع. ما انت عندك ورق، ليه ما تستخدم الورق بتاعك ده؟ لازم يا جماعه الحاجات دي نخدها كلها مع بعض ونعاين لها ونبدا كلنا مع بعض، يا مناهضين ولا مؤيدين، لانه عسى اسيوا بتمضى المناهض والمؤيد واحد، لانه الفوائد ما حتحصل خلاص، ما ماضيه ما دايره. يبقى والمفاوضات هي ابد ابد مع الاتحاد الدولي، مع البنك الدولي سوري، وامريكا بتمضى، ما حتنضرب مع الاتحاد الافريقي. يبقى تستعيد التدويل اذا المصريين دولوا ولا ما عارف، حتشتكي من لازم تدور القضية عشان يضغطوا على اثيوبيا افريقيا وكده. يبقى نستعيد كلنا، لان احنا كلنا سبقينا سوا، فلازم كلنا نضغط ونطلع الورق ونشوف كلنا حلول ونتناقش وكده. ايوه نسيت قبل ما امشي، انا اتكلمت برضو عن الحلول، وتكلمت على انه في حلول طرحها بعض الناس، المفروض كل الناس تراجعها وتنظر لها وكده وتشوفها، وخدت الحاجات دي كلها مع بعض، لانه اثيوبيا يا جماعه زي ما عملت مصر زمان، قدام الحلول واضحه وصريحه، لكن ما عندها اراده لانها دارت تحل الحل الاحادي المفرد، زي ما عملت مصر في الستينات، وزي ما مصر بتدعي للنيل بنظره احاديه انه النيل ده حقها وما عندها اي ظل معاها وكده، فده بيردوا عليه ويجي ده حتدخلنا في مشاكل. يا جماعه النيل ده حقنا نحن، السودان وحق مصر وحق اثيوبيا مع بعض، فلازم نجيب حلول، لانه زي ما قال الامام الصادق المهدي هو واصل ما فاصل، فلازم نقعد مع بعض ونجيب حلول. لكن النظرة الأحادية، النظرة الضيقة ما حتحل المشكلة. يا اثيوبيا انت ممكن تنتصر في الجولة دي، لكن حتعمل النزاعات، والسودان بعد شوية ممكن بعد 40-50 سنة يعمل وينتصر، وبعد شوية مصر، الموضوع ما عنده نهاية. الحلول موجودة واضحة وصريحة، دار إرادة، لازم نفكر نبقى زي الخواجات، تتعلم من الأوروبيين لما تناسخ خلافاتهم بعد الحرب العالمية الثانية، وعملوا السوق الأوروبية المشتركة وبنوا الحاجات على تبادل المنافع. وشكرا جزيلا، والايميل بتاعي هيظهر لكم هنا في الرابط، واي زول يرسل لي انا برد الايميل بتاعي طوالي جدا، اي سؤال اي استفسار اي حاجه طوالي جدا جدا جدا. وشكرا جزيلا على حسن الاستماع، نتلاقى في مرحله ثانيه من كلام او في حاجه ثانيه من قضايا الوطن ان شاء الله.